السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معدنا النهاردة مع حلقة جديدة في Grammar Lessons، وموضوعنا النهاردة عن كلمة must. هنشوف امتى بنستخدم must ومعناها ايه. طبعا كلمة must معناها يجب ان، والopposite بتاعها the opposite or the antonym of must is must not or mustn't the short form. تمام. طبعا both of them are followed by the base form. Base form اللي هو الانفينيتيف، الفعل بدون اي اضافات، يعني الفعل عليه دي ولا اي دي ولا اس ولا اي ان جي. نشوف استخدام must مع بعضينا كده. The first use is obligation. Obligation معناها اجبار او امر واجب. You must follow the safety rules. معناها يجب ان تتبع تعليمات السلامة. You must follow the safety rules. Number two, the second use اللي هو الاستخدام الثاني. Orders اللي هي الأوامر. لما تيجي تأمر واحد بعمل شيء، على سبيل المثال You must finish the questions in due time. طبعا أوقات الاختبار بتكون محددة لها بداية ونهاية، فأنا بقول يجب عليك أن تنهي الأسئلة في الوقت المحدد. We use it with strong advice. لما تيجي تنصح واحد بلهجة قوية، You must come at least 30 minutes before the exam. يعني يجب عليك أن تأتي مبكرا 30 دقيقة قبل وقت الاختبار. Prohibition معناها منع أو حظر. You mustn't smoke in petrol stations. يعني لا يجب عليك أن تقوم بالتدخين في محطات التزويد بالوقود. يبقى هنا عندنا obligation معناها فرض أو أمر مع القرارات والتعليمات الحكومية طبعا. Orders اللي هي الأوامر. Strong advice معناها نصيحة بنبرة شديدة شوية. Prohibition معناها المنع أو الحظر. طيب must in questions or it refers to criticism. Criticism معناها نقد. Criticism يعني نقد. طبعا قلما نجد كلمة must في السؤال، لكن ممكن تيجي في السؤال بمعنى النقد. على سبيل المثال must you insist on telling such silly jokes. يعني انت كل مرة، المفروض علينا كل مرة ان انت تقول نفس النكت السخيفة. Why must you commit those spelling mistakes every time. لماذا تقوم بارتكاب مثل هذه الأخطاء أو أخطاء الإملاء كل مرة؟ يبقى هنا فيها عملية نقد أو يعني it's just criticism for the concerned persons. يعني في نقد موجه للأشخاص المعنيين. تاني must you insist on telling such silly jokes. Why must you commit those spelling mistakes every time. طبعا هنا till jokes معناها يقول نكتة، وcommit mistakes معناها يرتكب أخطاء. commit mistakes. طيب احنا عندنا كلمة must طبعا ما ينفعش أقربها في أي form. هي من المودلز، من الأفعال، بيسموها defective verbs أو الأفعال الناقصة أو الأفعال المساعدة. طبعا ما ينفعش أصرفها في أي زمن. هي ديها شكل محدد بديب منه الباست، وبستخدم نفس الشكل للتعبير عن ايه، عن فيوتشر. نشوف كده. must equals have to and has to. يعني must في معناها بتساوي او قريبه في المعنى من have to and has to، برضو معناها ايه، يجب ان. طبعا الباست بتاع must اللي هو had to. had to معناها كان يجب ان. will have to معناها سيكون من الواجب ان. ناخد بالنا تاني. must equals have to and has to. must في معناها بتساوي have to and has to. تلاتة بمعنى يجب ان. تمام. طبعا هنا مع must it يعني there is no subject verb agreement. كل الضمائر تيجي مع must. he she it I we you they. تمام. طبعا except for have and has there is subject verb agreement. يعني اقول I we you they مع have، he she it مع has to. وناخد بالنا has to and have to plus infinitive or plus the base form.
When I want to transform had to into negative, لما أحب أحول had to إلى نفي أقول didn't have to. ركز على دي كويس. Didn't ما أقولش had to، لا أجيب بعد didn't have to، يبقى didn't have to the negative past of must اللي هي had to، النفي بتاع had to didn't have to. The same for has to and have to. Don't have to اللي هو النفي بتاع have to don't have to. The negative of has to is doesn't have to. ناخد بالنا ان have to مع don't have اللي هي اصلها have to، doesn't have to اللي هي اصلها has to، برضك اللي بعديها have، وبرضك مع didn't في الباست ناخد ايه didn't have to. شوف كده some more examples it's just to clarify the image، عشان نوضح الصورة نشوف الأمثلة الجاية دي. You had to come yesterday it was my birthday party، كان واجب عليك ان انت تيجي امس ده كان حفل عيد ميلادي. بينا you had to come yesterday it was my birthday party، كان يجب عليك ان تأتي بالامس انه لقد كان حفل عيد ميلادي. طبعا هنا the negative form of had to is didn't have to، ناخد بالنا كويس didn't ويجي بعديها have to. You didn't have to get up early، مفروض ما تصحش بدري. It was Friday، قد كان يعني يوم الجمعة يوم إجازة ما فيش داعي نحن نصحى فيه بدري زي يوم العمل. You didn't have to get up early، it was Friday. I have to sweep the floor as my mother told me، يجب علي أن أقوم بتنظيف الأرض كما أخبرتني والدتي. طبعا هنا لما نيجي نتكلم عن يعني the slight difference between have to and has to or must. Must is it's obligatory from outer authority، يعني في سلطة خارجية هي اللي بتفرض عليها زي القوانين اللي متبعة داخل الدول. إنما have to this is internal drive، يعني حافز أو دافع داخلي، يعني المفروض أن أنا أذاكر I have to study، المفروض أن أنا أعمل كذا I have to sweep the floor، I have to sleep early، I have to get up early، المفروض أنام مبكرا، المفروض أصحى مبكرا وما إلى ذلك. She doesn't have to prepare a big meal، يعني مش مفروض أن هي تعمل وجبة كبيرة. تمام we are only three people or three persons، يعني احنا عددنا ثلاثة بس ما فيش داعي ان هي تعمل ايه وجبة لعدد اكبر من كده. تمام يبقى هنا the negative of has to is just doesn't have to. تمام let's discuss the example that's related to using must or the other form of must in the future. لما اكون عايز اعمل ضرورة او الزام في المستقبل اقول I'm traveling to the UK، انا هسافر انجلترا او the United Kingdom اللي هي المملكة المتحدة. I will have to be in the airport 3 hours before the flight، المفروض اكون قبل الميعاد بثلاث ساعات. تمام طبعا ميعاد طيارة ويعني it's previously reserved or booked، تمام محجوزة مسبقا وفي مواعيد ثابتة للإقلاع والهبوط، فالمفروض أن أنت تكون قبل الميعاد بثلاث ساعات. I'm traveling to the UK، سوف أسافر إلى المملكة المتحدة. I will have to be in the airport 3 hours before the flight، المفروض أكون قبل الميعاد بثلاث ساعات على الأقل. طبعا هنا we can use must as a noun، وهنا must بمعنى ضرورة أو شيء مهم. must معناها ضرورة، هنا نون يا شباب، يعني كلمة must هنا معناها ضرورة. warm clothes are a must in mountains، يعني معناها الملابس الثقيلة شيء ضروري أو ضرورة في المناطق الجبلية. طبعا عارفين في المناطق الجبلية بنطلع فوق الضغط الجوي بيزيد ودرجة الحرارة بتقل، ف there is a must to have warm clothes in mountains. إن شاء الله المرة القادمة بأمر الله عز وجل we are going to prepare must in deduction، هنشوف must و must be إن شاء الله عز وجل and can't be in deduction with evidence، هنشوفها مع الاستنتاج المبني على دليل.
حلقتنا النهاردة تكون انتهت، ويا رب تحوز الإعجاب ويكون الموضوع أو النقاط اللي احنا عايزين نناقشها وصلت، وأشوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.